السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكمل وياكم ولا زلنا في فضاءات هيلبرت. اوكي، راح ناخذ اليوم فصل 16.1 اللي اسمه The Inner Product and Orthogonality. تعاملوا وين inner product والorthogonality. زين، نبدي كلامنا بdefinition، تعريف. Let H be a linear space. فضاء خطي طبيعي. A function اللي نرمز لها احنا نقطة بارزة، نقطة تروح من هذا الفضاء هذا الفضاء، والنتيجة مالتها شرط تروح علما للأعداد الحقيقية R is called تسمى inner product. Okay, on H, if the call X1, X2, ينتمي لإلمن X1, X2, X and Y ينتمي لل H and Alpha وبيتا ينتمي للأعداد الحقيقية، then الشروط الآتية تتحقق. إذا الشروط الآتية تحققت فإن هاي الدالة تسمى شنو؟ تسمى inner product. الشرط الأول أنه الألفا للإكس 1 زائدا بيتا للإكس 2 واي، إيش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي ألفا إكس 1 واي زائدا بيتا X2 ما متعاملين حاليا، ما متعاملين وي كومبلكس، لان احيانا شو تصير؟ احيانا تصير هاي كومبلكس، بس هذا بعدين. هسه احنا ما ماخذين اجا نتعامل وي العمليه السهله الحقيقي. ثانيا طبعا هاي الفوق تعرف ان اللينياريتي، الثانيه تسوى احنا نسميها السيمتريك متناظره. اكس واي هو شيء يساوي للانر برودكت مال واي واكس. اوكي، العملية الثالثة أو النقطة الثالثة أو البروبرتي الثالثة اللي لازم تتحقق أنه أنا الأكس إذا أخذ الانر برودكت وي نفسه أكس، فالناتج دائما أكبر من صفر، دائما أكبر من صفر. وأكو مرات يسوونه رابعة، طبعا هنا لكل أكس لا يساوي صفر، خوش حكي. أكو بهم يسوونها نقطة رابعة، وأكو بهم لا يحطونها، يقول لك and الانر برودكت مال الأكس للإكس يساوي صفر إذا كان الإكس يساوي، إذا كان الإكس يساوي صفر. يعني متى ما كان إكس مساوي صفر فالناتج إيش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي موجب زي. هاي طبعا إحنا تعرفون هاي شو نسميها؟ نسميها السيمتري تناظرية. أوكي، أن لأن البرودكت دائما شيء يصير عندي، يصير عندي متناظرية. هاي شيء يسمونها باي لينياريتي، يعني هاي العملية شنو؟ العملية هاي bilinear. أوكي، يعني bilinear شنو؟ شوف أنت بعض العمليات linear بجهة واحدة. شلون يعني linear؟ شلون أوضحها لكم هسه؟ والله هي شوية ما نحتاجها إحنا هسه، متقدمة الوضعية مالتها، متقدمة. بس وضعية linear والbilinear خليني أوضح لك شنو linear شنو البايلينير. ارجع لفوق، يرجع لفوق. لو عندي عمليه هنا فانكشن مثلا، هالفانكشن تروح فرضا من الاتش تروح الم للار. اوكي، وهاي ال مثلا تاخذ لي اف وتعطيني صوره الاف، تاخذ اف يعني ال هذا معناها ال ياخذني اي الاف، شو تصير؟ تصير ال اف الصوره مالتها.
اوكي تصير ال. فاذا اريد اعرف اللينياريتي هنا، طبعا احنا نعرف هاي ال تاخذ، احنا نسميها نقول argument، يعني هاي ال انا من راح اعرفها من راح احط بها اف، هاي شو نسميها؟ نسميها الانبوت او الارجيومنت. الارجيومنت يعني الشيء اللي ياخذه الاف، اللي ياخذه ال. فحتى تعرفون حتى نثبت لينير، انا شارحها سابقا، هاي انه نقول له الفا اف زائد بيتا جي، يكون نريده شو يصير؟ يصير الفا ال اف زائد بيتا ال جي. هالحاله عرفنا شنو؟ عرفنا اللينياريتي. اوكي، ولكن في بعض الحالات انا عندي يكون اوبريتر، بس هذا الاوبريتر ياخذ عنصرين، هذا الاوبريتر ياخذ عنصرين، وش يعطيني؟ يعطيني عنصر واحد، يعطيني ال اف و جي. اوكي، يعني هذا منين جاي يروح؟ جاي يروح من اتش في اتش، يعني ياخذ عنصرين ويعطيني شنو؟ يعطيني ار. فهنا اللينيارتي ممكن تتعرف على اليمين، ممكن تتعرف على واحد من عندهم. يعني مثلا مثلا نلقى بعض الاوبريترات، اوكي نلقى بعض الاوبريترات اوكي نلقى بعض الاوبريترات لينير بالفكتر الاول بس مو لينير بالفكتر الثاني. شلون؟ يعني اكو هواي عندنا اوبريترات بالرياضيات هي لينير بالفكتر الاول، لينير بالفكتر الاول، يعني انت راح تعامل ويا، العفو حتى ما يصير عندك، راح تعامل ويا هذا ابو فكتور، يعني راح نقول له انه ال مثلا على سبيل المثال الفا اف 1 زائد بيتا اف 2، والجي ما لنا علاقه بها، راح نثبتها هنا، جي ما نستخدمها. فراح نلقى هذا الاوبريتر لينير مع الاول، لينير مع الاول، فراح يصير عندي الفا ال اوكي اف 1 جي زائد بيتا ال اف 2 جي. اوكي، ولكن نفس الاوبريتر احيانا نلقاه مو لينير ويا الفكتور الثاني، الفا سيجما جي 1 زائد جاما جي 2. ايش نلقى؟ نلقى هذا لا يساوي انه الفا ال اف جي 1 زائد شنو الفا؟ لا العفو، سيجما، سيجما وهنا جاما ال اف جي 2. فاحيانا الاوبريترات، احيانا بعض الاوبريترات او بعض الفانكشنز نلقاها، طبعا اللي احنا نسميها الباي، الباي ما نقدر نسميها البايلينير، لا لما نثبتها بايلينير. المهم، فعندنا بعض الاوبريترات او بعض الفانكشنالز اللي ياخذن ارجيومنت اثنين، اللي ياخذن ارجيومنت اثنين، نلقى لينير بالاول ومو لينير بالثاني، او بالعكس نلقى لينير بالثاني هنا ومو لينير بالاول. اوكي، فبهاي الحاله اذا لهم تسميات معينه، بس احيانا نلقى لينير بالنسبه للاول ولينير بالنسبه للثاني. فهذا شو نسميه؟ نسميه باي لينير. هذا شو نسميه؟ نسميه شنو هو؟ باي لينير. طبعا انا هسه ما اقدر اقول عليه باي لينيارتي، نقدر نقول عليه بالضبط هنا لينير ان ذا فيرست ارجيومنت وذ ريسبكت، وذ ريسبكت تو ذا فيرست ارجيومنت. اوكي، وذ ريسبكت تو ذا فيرست ارجيومنت. بس بالحقيقة إذا ريدنج النوت، لاحظ أن، لاحظ أن أنا من هاي ومن هاي إيش راح أحصل؟ راح أحصل نقول له from one and we have that the inner product is bilinear. اوكي، الانر برودكت ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بايلينير. يا ليش يصير عندي بايلينير؟ شلون راح تتحقق؟ سهله سهله، انت ايش تستخدم؟ انت تريد تثبت الجهه الثانيه بايلينير، فراح نقول له يا انر برودكت مالت مين؟ نقول له انر برودكت مال الاكس، وهنا الفا اكس 1 زائد من هو؟ بيتا اكس 2. اوكي، فنقول له هنا استخدم لنا الثانيه، اذا هاي ايش راح تساوي؟ راح تساوي الفا اكس 1. اوكي، الفا اكس 1 اوكي، فلان ايش استخدمت هنا؟
استخدم الواي هنا، استخدم الواي اوت، لان احنا نستخدم الواي، الفا واي 1 زائد بيتا واي 2. اوكي، فهنا ايش راح نستخدم؟ راح نستخدم الخاصيه الثانيه السيمتري، معناها ايش راح تعطينا؟ هاي الفا واي 1 زائد بيتا واي 2. اوكي، وهنا صار عندي اكس، هاي ايش راح نقول هنا؟ باي، استخدمنا من هو؟ استخدمنا اثنين السيمتري فقلبناها. زين، هسه ايش راح نقول؟ باي 1، هاي ايش راح تصير؟ باي 1 هاي راح تصير الفا واي 1. اوكي، الفا واي 1 اكس زائد بيتا، اوكي، واي 2 اكس. ها، وبعدين ايش راح نحصل؟ وبعدين باي 2 مره ثانيه، نطبق 2 مره ثانيه على هذا وعلى هذا، لان اثنيناتهم سيمتريك، فايش راح يصير عندي؟ اكس واي 1 زائد بيتا اكس واي 2. فبالحقيقه ايش حصلنا؟ حصلنا، شوف اللينياريتي بي من اللينيارتي بالمتغير الاول، فانا اللينير الانر برودكت ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي شو نسميه؟ نسميه باي لينير فانكشنال. بالحقيقه هو مو فانكشن، هو فانكشنال، بس هو قال فانكشنال او فانكشن، هي المفروض فانكشنال مو فانكشن، بس هو قال فانكشن، او ممكن يقول هنا من البدايه، يقول هنا وين انا كتبتها فانكشن، هي المفروض فانكشنال او مابينج، لان هي بالحقيقه فانكشنال تصير، بس مو مشكله، هو قال فانكشنال بصوره عامه، يعني قال فانكشن بصوره عامه. اي اوكي، هسه هاي بالنسبه للهيلبرت سبيس، هاي بالنسبه للهيلبرت سبيس. بالنسبه للفضاءات الاقليديه، طبعا تعرفون انتم الفضاء الاقليدي، فضاءات الإقليدية كلها هيلبرت سبيس، ما عندنا بها مشكلة، ما يحضر على بالي فضاء هيلبرت، يعني تعرفون هسه الفضاء الإقليدي دائما هو هيلبرت، الفضاء الإقليدي دائما هو هيلبرت، يعني من تجي تعرف الانر برودكت، من تجي تعرف الانر برودكت، من تجي تعرف الانر برودكت الطبيعي اللي عرفناه فوق، فإنه كل فضاءات الإقليدية هي فضاءات هيلبرت، ما عندنا مشكلة بي. فالحكي والأهمية والشغل الصدق مثل ما يقولون. أوكي، لحظة، اوكي، الحمد لله وصلتنا رساله من احد طالباتنا بامريكا، طبعا هي مطالبه زميله، هي طالبه دكتوراه بامريكا في جامعه امريكيه، نجحت، قالت لي نجحت بالاختبار، الحمد لله والشكر لله، مع العلم انا ما ساعدتها وايد الصراحه، هي طالبه ذكيه يعني، شغلات بسيطه. المهم، ف examples of راح ناخذ examples in infinite space, infinite dimensional spaces. Okay. طبعا خليت القلم، انا لهذا تاخرت عليكم، هذا القلم يضل يشخبطي في الذاكره، ما اعرف شنو وضعه يعني، تعب تعب، قلم متعوب. المهم، فايش راح ناخذ؟ راح ناخذ فضاء ال2، من الامثله المعروفه انه فضاء ال2، ناخذ على اليمين هنا فضاء ال2 inner product، ما معرفه explicit اللي هو هنا هسه، ها خل اوضح لكم فكره، خل اوضح لكم فكره مهمه هنا، فكرة تكون إن شاء الله جدا مهمة. اي خليني اطول هنا شوي، راح اطول، اريد اوضح فد شيء معين مهم، يعني اريد اوضح فد شيء معين مهم. فضاءات ال2 تعرفون هي شنو معناها؟ تعرفون انا شرحت سابقا، بس لعله الدروس ما ظاهره على الانترنت، لان هذا الدرس احاول اشرحه، احاول اطلع على الطلبه يعني بصوره عامه، لان هذا الكورس تعرفون خاص.
فاحنا اخذنا الفضاءات الاقليديه اللي هي ار ان، اللي هي ار ان اللي هي ايش تحتوي، شلون صايره مجموعتها، قلنا اكس 1 متكون من الى اكس ان، خوش حكي، هذا شكل العناصر اللي موجوده بها على شكل ازواج مرتبه، وان الاكس 1 الى الاكس ان ينتمي لمن؟ ينتمي للار. اوكي، وكذلك احنا نقدر هم نعرف السي ان، وانا هذا معرفه سابقا، هم كذلك يتكون عندي من عدد كومبلكس سي 1 لحد عدد كومبلكس سي ان. اوكي، وبحيث ان السي 1 لحد السي ان نقاط لحد السي ان هذا ينتمي لمن؟ الكومبلكس نمبرز. هذا هسه احنا ما لنا علاقه بهذا، هذا عالم ثاني يشتغل به، ان علاقه بمن؟ ان علاقه بالار. ولكن السؤال هنا اللي ينطرح مثل ما مسولف انا سابقا، هل هذا القوس ممكن اخليه يروح للانفينيتي؟ اي نعم، ممكن اخليه يروح للانفينيتي، وراح يتكون عندي شنو؟ راح يتكون عندي فضاء اسمه الار انفينيتي، انا اكتبه دائما ار انفينيتي للطلبه، وراح يتكون هذا اكس 1 اكس 2 للما لا نهايه، ما يخلص هذا، هذا مو زوج مرتب، نسميه توبل، حتى بالبرمجه موجود، نسميه توبل، واخذوه من الرياضيات، يعني تعرفون البرمجه اساسا كلها رياضيات، فهذا اكس 1 اكس 2 يروح لمن؟ يروح لمن؟ للاعداد ار. هذا بالنسبه لمن؟ هذا بالنسبه للفضاءات على شكل الار انفينيتي. احيانا ما يرمزون له هيك شيء، احيانا شو يقولون؟ يقولون يا بل ار انفينيتي، احيانا اكو ترميز اخر للار انفينيتي، خلينا نمسح الخط ما نحتاجه. احيانا يقولون يا بل ار انفينيتي هو متكون من سيكونسز اكس ان، والان تروح من الواحد للانفينيتي، نفس الطماطه، يعني نفس الطماطه، هي هاي هم سيكونس، هي هاي هم سيكونس. اوكي، ويقول له هنا انه الاكس ان ينتمي لمن؟ للار، لكل ان ينتمي للاعداد الطبيعيه، نفس الشيء، لا تستغرب، هذا الرمز اللي كتبته لك فوق والرمز اللي كتبته لك جوا هو نفس الشيء. اكو ناس تكتبه كفكتر بهالشكل، واكو ناس يفهموه كسيكونس، ولكن العمل بصراحه راح يكون كله على السيكونس، وهذا هم سيكونس، هو هذا هالسيكونس. يعني شنو الفرق بين الاولى والثانيه؟ الفرق بين الاولى والثانيه يعني هنا الترتيب مهم، هنا الترتيب مهم، يعني هاي الكومبوننتس اولى، هاي كومبوننتس ثانيه، هاي كومبوننت ثالثه. السيكونس لا، احيانا يقول لك انا ما يهمني الترتيب، انت شلون ما ترتب رتب، هذا الفرق الوحيد اللي عاده نستخدمه. تشوف مثلا عندنا في الامور التطبيقيه ابلكيشنز بالبرمجه، مثلا بالاحصاء بالاوبتمايزيشن، عاده نستخدم هالترميز، هذا مو ترميز السيكونس. اما بالتحليل الرياضي كذا، اللي التحليل الرياضي اللي يكون بالترتيب ما مهم، نستخدم منه ونستخدم الترميز الثاني. اوكي، زين، هسه خليني انطيكم فضاءات معروفه. عندنا فضاء ال1، اوكي، فضاء ال1 طبعا هو هذا يعرف على اليمين، اكفوا لي خل اتذكر رمز مالته، خل اتذكر رمز مالته، الصراحه نسيته، الصراحه نسيت الرمز مالته. شلون يعني نسيت الرمز مالته؟ عاده هنا مجموعه، يعني احتمال على الار او على الار انفينيتي، ما اتذكر بصراحه، بس هو ماكو مشكله، هو ماكو مشكله، بس اتوقع على الار، اتوقع على الار. شنو يعني المطلوب على الار؟ يعني شنو القصد على الار؟ القصد انه هذا شنو معناه؟ هو معناه كل الاكس اللي ينتمي للار انفينيتي، باوع هذا الاكس هنا، هذا الاكس هنا، خلينا نترجمه هسه، هذا الاكس هنا شو يعني؟ وين اكتبها؟ هذا الاكس هنا شو يعني؟ هذا الاكس يعني معناها انه اكس 1 اكس 2 معناها سيكونس، او هذا الاكس معناه شنو؟ معناه سيكونس. هي هنا شويه تجي الخربطه بالانفينيت ديمنشنز، كل الاكس such that بحيث ان summation مطلق الاكس كي والكي يساوي من الواحد للانفينيتي اقل من الانفينيتي، يعني معناها السمبل، معناها سمبل الابسولوت، الابسولوت مال هاي شو نسميه احنا ابسولوت كونفرجنت، طبعا هذا بنقول السميشن، بنقول السميشن مالته اقل من انفينيتي، يعني معناها سمبل، يعني معناها قابل للجمع، والمجموع مالته راح يكون نتيجه، والنتيجه هذا رقم مو انفينيتي، هذا المقصود به. طبعا فضاءات ال1 مو فضاءات هيلبرت، الفضاءات عندنا الوحيده اللي انا اريد اشتغل بها اليوم هي فضاءات من هو؟
فضاءات ال L2. ال L2 اللي هي شو تكون؟ تكون بهالشكل، تكون كل ال X طبعاً اللي تنتمي لل R infinity، وأحياناً شو يقولون؟ يقولون ال X اللي يساوي ل X N، وال N يروح من الواحد للإنفينيتي نفس الطماطة، نفس الرمز، أوكي؟ such that بحيث أن summation، أوكي؟ بحيث أن summation ال K يساوي من الواحد للإنفينيتي مطلق ال XK تربيع أقل منين؟ أقل من إنفينيتي. هذا الفضاء فضاء هيلبرت. اوكي، هذا الفضاء فضاء هيلبرت. يابا والانر برودكت مالته شنو؟ نقول الانر برودكت يابا انه لكل اكس، طبعا هنا الاكس راح يساوي سيكونس. ناس احنا نشتغل بالحقيقه تعرفون، فالتعامل ويا سيكونسات اكثر شيء، والواي ينتمي للمن واي ان من الواحد للانفينيتي. اذا الانر برودكت الاكس والواي اللي هن سيكونسات، ايش راح يصير؟ السميشن بين الكي يساوي من الواحد للانفينيتي اكس كي مضروب بمن؟ بواي كي. هذا الانر برودكت مالت من؟ هذا الانر برودكت مال ال2. اكزامبل انا فقط جبت لكم بس اكزامبل، كل شيء ما راح اسوي به حاليا، كل شيء لا راح ابرهن عليه شيء ولا كذا. اما هذا شلون تبرهنه؟ هذا ال2، هذا ال2 شلون تبرهنه؟ لينير سبيس. شلون تبرهن نورم سبيس؟ طبعا لازم تعرف النورم مالته. هسه هنا هذا النورم مالته شنو النورم؟ خلي اشرح لكم شنو النورم. النورم مالته هذا كالاتي، نورم مال الاكس اوضح لكم هنا، هذا النورم مال الاكس العفو حسب التعريف اللي اخذناه فوق، هو شي يساوي لي؟ يساوي لي الجذر التربيعي مال من؟ مال الانر برودكت اكس ويا من؟ ويا الاكس. مو هيك شي اخذناه فوق، احنا شرحناه، يعني معناها النورم ايش راح يصير؟ النور مال الاكس، وانا هذا مسولفه سابقا، الكي من الواحد للانفينيتي مطلق الاكس كي تربيع اس واحد على اليمن على اثنين، وهو هذا النور نفسيته اللي اخذناه في فضاءات البيض في الفصول الاولى بالبارت الاول من الكتاب، ولكن التكامل مو سمبيش. هذا المثال الاول اللي اخذناه، المثال الاول اللي اخذناه على طريقه السيكونس. هسه ايش راح نسوي؟ صراحة اخذ مثال ثاني جدا مهم، اوكي؟ راح اخذ مثال ثاني جدا مهم على اليمن، على الاكزامبل 2. صار كتبت اكزامبل 1 انا فوق، اكزامبلز اكزامبلز اوكي. هذا المثال رقم 1، بس اشرح اخذ لكم المثال رقم 2 على فضاء هيلبرت، مشهور جدا وشغلنا كله بيه بصراحه، يعني شغلنا خصوصا بالمعادلات شغلنا كله بيه. اوكي، فور اي ميجرابل سيت، ميجرابل سيت طبعا اذا ما دارس نظريه القياس هذا الموضوع ما راح تفهم من عنده شيء صراحه، يعني اوكي. اوف ريال نمبرز، يعني انت تفهم الحكي العام بس كعمق وكذا ما راح تفهم من عنده شيء. انت ايش عندنا؟ عندنا الاف ينتمي لإما لفضاء ال L2E، وعندنا جي كذلك ينتمي لإلمن الفضاء، ما أدري ليش أنا كتبت المفصلات، المفروض أكتب دالتين. فراح نعرف الـ inner product، عندنا شيء then the L2 inner product، the L2 inner product شو راح يكون؟ يكون الـ F مضروبة بالدالة جي، عادة نسميه هنا L2، عادة يكتبونه هنا L2. اوكي، يصير عندي تكامل على المجموعه اي اللي عندي، تكامل على المجموعه اي اللي عندي، وهنا عندي يصير اف مضروب بمن؟ مضروب بالجي. خلينا نشوف هاي شنو الموضوع مالتها هنا، هاي منين اجت؟ خصوصا هاي مهمه جدا بالكوانتم، هاي مهمه جدا بالكوانتم، حتى كتاب شانكر هو الرجل شارح الموضوع مني زين. اي طبعا هنا هذا with respect to the big measure، with respect to the big measure. اوكي، هذا بالنسبه للبيغ ميجر، هذا التكامل بالنسبه للبيغ ميجر، ميجر العفو ميجر مو يعني القياس للبيغ. قلنا اذا ما ماخذ نظريه القياس هاي القضيه راح تصير صعبه عليك، لان التكاملات مو كلها راح تصير معروفه. هسه اريد اوضح فكره معينه، هسه اريد اوضح هذا، خلص المثال طبعا، بس توضيح، لان هو ما في سوالف هواي، يعني الخطوة الجاية راح تجينا كوشي سوارز الكواليتي اللي هي مثل
بأهمية الأعداد الحسابية عندنا، شلون عندنا الأعداد الحسابية مهمة عندنا؟ أوكي؟ بأهمية الأعداد الحسابية عندنا، عندنا بالكوشيس وارز إنيكواليتي. نريد نوضح هسه كويستشن. نقول هاي شلون صارت inner product وشنو علاقتها بالسميشن الفوق؟ شنو علاقتها بمن؟ شنو علاقتها بهذا السميشن الفوق؟ أوكي؟ خل نجي هسه شنو؟ خل نجي أوضح فد فكرة معينة. أجي أوضح فد فكرة معينة. شنو الفكرة المعينة؟ كالآتي. تخيل وياي، تخيل أنا عندي نظام إحداث. قلنا إذا نريد نرسم على الـ R2 للسهولة. دائماً نرسم على الـ R2 للسهولة. أوكي؟ وعندي دالة أنا مرسومة على اليمن، عندي دالة مرسومة بهالشكل. هاي الدالة مثلاً F. أوكي؟ إيش راح أسوي هنا أنا؟ هاي الدالة فرضاً معرفة على الفترة E. على الفترة E هاي من A لل B. أوكي؟ وأقول له يا بي إيش ترى شو تساوي لي؟ تساوي لي الفترة المغلقة أيوب. ماكو مشكلة هنا. هاي فترة تعرفون الفترة هي أصلاً مجرابل ست. شو راح نسوي هنا؟ راح نجزئ هاي الفترة نقاط. نقاط نجزئها كلها. أبطوا وياي شوية حتى لو أبطع عليكم، بس أريد أفهمكم شنو الموضوع. إحنا جاي نسوي أوكي زين. طبعاً تعرفون أنه إحنا أخذنا سابقاً ودرسنا، أخذنا سابقاً أنه الـ L2 على الـ E is Banach space. هذا أخذناه سابقاً ودرسناه. شنو يعني Banach space؟ يعني الـ L2 اللي هو شنو تعريفه؟ خل أكتب لكم تعريف الـ L2. تعريف الـ L2 على الـ E هو شي يساوي لي كل الـ functions اللي تروح من الـ E وين تروح مثلاً للأر، بحيث أن تكامل مطلق الأف تربيع على الإي أقل من يمن إنفينيتي. ويا بالحقيقة هاي شنو معناها؟ معناها الدوال اللي بيها ديكي، اللي بيها ديكي من تروح المن للإنفينيتي. طبعاً هنا إحنا إذا كانت عندي الفترة مغلقة فبيها ديكي أو ما بيها ديكي، بس تكون ما بيها سنجلاريتي بالنص، فهي راح تكون انتجرابل أو نسميها سكند انتجرابل، فراح تكون عندي شنو؟ راح تكون عندي فاينات، فما عندي مشكلة. ولكن هو هذا تعريف الـ L2 function، وهذا الـ L2 function هو بناخ سبيس بسهولة، يعني تقدر ثبته أنه شنو هو تقدر ثبته بناخ سبيس. إحنا شو راح نسوي؟ جزأنا وراح هاي شو نسميها؟ هاي طبعا A و B، وهاي راح نسميها X1 X2 X3 X4 لحد ما نوصل المين. طبعا هاي راح نسميها A نسميها X نوت شلون بريمان، وهاي B راح نسميها XN، وهاي النقطة XN ناقص 1، وهاي النقطة XN ناقص 2، وهكذا. زين هنا هذه الفانكشن شوفوها صارت نقاط هنا. طبعا هنا ايش راح تصير عندي؟ راح تصير عندي اوف اوف اكس 1. هنا على الاي ايش راح تصير عندي؟ اوف اوف الاكس نوت اللي هي نفسها اوف اوف الاي. وهنا بالاخير ايش راح تصير عندي؟ اوف اوف البي اللي هي اوف اوف الاكس ان. وهنا ايش راح تصير عندي؟ اوف اوف الاكس ناقص 1. وهنا ايش راح تصير عندي؟ اوف اوف الاكس 2. وهكذا. هاي احنا شو نسميها؟ هاي نسميها بارتيشن. جزأنا الفتره، شو نسميها احنا؟ نسميها partition. حلو زين. احنا اذا سمينا هاي partition، اذا ردنا نطلع المساحة اللي جوا هذا الرسم، مثل ما اخذنا بتكامل ريمان، تذكرون من كنا نرسم مستطيلات؟ من نرسم مستطيلات عليا ومستطيلات سفلى وكذا. بس احنا اذا نريد نطلع إذا نريد نطلع المساحة اللي موجودة داخل ذني الاثنين، إذا نريد نطلع المساحة اللي موجودة داخل هذا الفكتر،
فايش راح نسوي؟ نضرب هاي المسافة هنا بالارتفاع، نضرب هاي المسافة، يعني ايش راح نجمع؟ نجمع مساحة هذا ونجمع مساحة هذا ونجمع مساحة هذا ونجمع مساحة هذا وتطلع. فالاريا هسه احنا اذا نريد نطلعها الاريا او المساحة مال هاي، فنقول الاريا هسه احنا تقريبية، طبعا راح يصير الاريا تقريبية، هي مساحة منين؟ مساحة الاي اللي راح تساوي لي طبعا هنا عندي خلينا نقول من الواحد مثلا تكون عندي من الصفر للان ناقص واحد بهالشكل هذا راح تصير، وراح تصير عندي مثلا اف اوف الاكس اي زائد واحد على اليمين على دي اكس نوت على دي اكس اي. اوكي دي اكس اي معناها هاي المسافه، روح مو دي اكس اي خليني اكتبها الى كان هنا هسه المسافه هنا، وهنا راح يصير عندي اكس اي زائد واحد ناقصا اكس اي بالضبط. هاي هسه اذا اخذناها الجمع راح تطلع المساحه التقريبيه، الاريا التقريبيه داخل الداله. الفكره هنا مثل ما اخذنا تكامل ريمان سابقا، انه احنا كل ما صغرنا الفترات كل ما زادت الدقه، كل ما صغرنا الفترات كل ما زادت الدقه. يعني ايش راح يصير؟ يعني نقول له احنا لو خلينا هاي عدد الفترات n يروح للانفينيتي، يعني معناها الفرق الاكس اي زائد واحد ناقص الاكس اي راح يقترب للصفر، فايش راح نحصل؟ راح نحصل الاريا انه شو تساوي لي؟ تساوي لي التكامل بين الاي والبي اوف اوف اكس دي اكس. صحيح ولا؟ هاي وين عندنا؟ هاي عندنا بالتكامل الريمان. بس انا هسه هي بالضبط اجتني منين؟ هي اجتني بالضبط من هاي. شلون اجتني بالضبط هاي؟ انا اقول لك. تخيل وياي داله ثانيه. تخيل وياي بالضبط داله ثانيه. جي. او نفس الشيء، هم تخيل وياي انه ايش عندك؟ عندك هنا فانكشنز مالت من؟ فانكشنز مالات جي بالضبط عندك نفس التجزئه. بالضبط عندك نفس التجزئه. اوكي؟ طبعا هاي لهنا تصعد، هاي لهنا تصعد 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 هيجي. صارت عندي هسه؟ صارت عندي دالتين على نفس التجزئه. صارت عندي دالتين على نفس التجزئه، الداله الاولى اف والداله الثانيه من هي؟ والداله الثانيه جي. تخيل تريد تطلع الانر برودكت مالتهن حسب السميشن، حسب الان، الانر برودكت مالتهن حسب الان. هاي النقطه هنا شنو معناها؟ طبعا هاي النقطه عندك انت اف اوف الاكس 1، بينما هي هنا شنو هي؟ جي اوف الاكس 1. جي اوف الاكس 1 عندك هنا مثلا، هنا صارت عندك جي اوف الاكس نوت، وعندك هنا هاي صارت جي اوف البي او اللي هي نفسها جي اوف الاكس ان، وهنا صارت عندك جي اوف الاكس ان ناقص، وهكذا وهكذا. فبتريد تطلع فرق الطور بين الدالتين، تعرفون شنو فرق الطور؟ هذا فرق الطور، هذا فرق الطور بين الدالتين عند كل نقطه واخرى. تريد تطلع فرق الطور عند الدالتين، ما لنا علاقة بالتكامل، التكامل اللي هو المساحة هنا شرحتها لتوضيح البارتيشن، أذكرك فقط بالبارتيشن وموضوع البارتيشن. فحتى نطلع الانر برودكت للدالة F، حتى نطلع الانر برودكت هنا لازم نكتبها F of X و G of X. أوكي؟ حسب البارتيشن مالتي، إيش راح أقول لك؟ راح أقول لك يكون عندي سميشن، الـ N راح يكون عندي من الصفر، المن، العفو، الـ K راح يكون عندي من الصفر للان ناقص واحد، او بالله لا هنا عندي عدد نقاط، هنا فرق الطور مو مثل المساحه، مساحه من الساعه حسبت مساحات وجمعت، بس ردت اوضح لك ترى ما لها علاقه هنا المساحه بالكذا، بس انتبه لي. هاي المساحه وضحتها، ردت اوضح لك شلون نسوي بارتيشن، وشلون البارتيشن من يروح للانفينيتي شلون تصير عندي مساحه، بس ردت اوضح لك البارتيشن هذا نسميه الابروكسيميشن، وعندما الان تروح للانفينيتي او بنفس المعنى ان الفتره البارتيشن انترفال او الفتره الصغيره تروح للصفر، فانه الاي هذا ايش راح يكون؟ هذا السميشن راح يكون عندي المساحه بصوره مضبوطه بيروح للانفينيتي. فنفس الفكره هنا رسمت لك دالتين هنا وسويت لك عليه البارتيشن، وراح اشرح لك انه شنو معنى الانر برودكت بالسميشن، وشلون اذا راحت الان للانفينيتي السميشن يصير انتجريشن. هي هاي اللي اريد اوضحها لك. شلون التكامل؟ شلون فكره التكامل السميشن من اخذنا الان راحت للانفينيتي صار انتجريشن؟ بالضبط نفس الشيء الانر برودكت. ايش راح يصير عندنا؟ راح اقول له اوقف، هنا راح يصير عندي اف اوف اكس كي جي اوف اكس كي، هو هذا السميشن، هو هذا السميشن، هو هذا السميشن. يعني الناس سويت هنا خلقت اساس، هذا بيس، بيس مال عناصر، هذني عناصر،
وكتبت اف على شكل لينير كومباينيشن، على شكل تركيب خط من هذا الاساس. يعني انا في هاي المعادله ايش سويت هسه؟ انا في هاي المعادله ايش تبتي؟ تدرون ايش تبتي؟ ايش سويت؟ يعني سويت انه الاف اوف اوف الاكس هي عباره عن شنو؟ بالله اوف اوف الاكس اي نعم باعولي سويت باعولي خلي ادخل شويه ريجرس يعني اتكلم بدقه رياضيه. اقول let the partition consider the partition تجزئه partition p اللي شو تساوي لي؟ تساوي لي ال a اللي يساوي لي ال x نوت و x1 ونقاط لحد ما نوصل لمن؟ لحد ما نوصل ان ال b x n ناقص واحد ونوصل ان ال x n شو يساوي؟ يساوي b. هاي partition اخذت. هاي البارتيشن ايش قد طول كم عنصر بها هاي البارتيشن؟ واضحه هاي العناصر اللي بها ان زائد واحد، لان هذا النمي الواحد للان عناصر والاكس نوت زياده واحد، ان زائد واحد عناصر. اخذت هاي البارتيشن صح لو مو صح؟ زين البيس مالتي ايش صار؟ البيس مالتي هذا هو نفسيته صار بيس، هذا نفسيته صار بيس. شلون نفسيته صار بيس؟ يعني انا صار عندي البيس مالتي اللي اقدر اكتب بيه الداله هو متكون منين؟ من اكس نوت المن الى اكس ان، البيس اللي طول عناصره ان زائد واحد. واضح يولا؟ زين من اريد اكتب اي فانكشن، من اريد اكتب اي فانكشن بدلاله هاي البارتيشن، اوكي من اريد اكتب اي فانكشن بدلاله هاي البارتيشن ايش راح يصير عندي؟ فانكشن هنا الفانكشن f راح تنكتب to write f using the base multiple we have راح اكتب لكم ال f باستخدام البيس. شلون اكتب ال f باستخدام البيس؟ انقل له يا ترى ال f of the x مالتي ايش راح تساوي؟ راح تساوي لي summation، summation ال k يساوي من الصفر المن لل n زائد واحد، وهنا الفا k ثابت ما لي علاقه بي، الفا k ثابت ما لي علاقه بي، مو هيك شيء؟ لا هاي مو اوف اوف اكس هنا هاي الاف. اذا قدرنا نكتب الاف هسه مو الفا خطولي احسن هيجي اوف اوف الاكس كي. هسه ايش كتبت؟ كتبت الداله اف، كتبت الداله اف، بس خليني ايش اسوي لها الداله؟ اسويها ان زائد واحد. يعني معناها شنو؟ هاي طبعا الداله لا تساوي للاف بس تقترب من الاف الاصليه. لأن وين هالأف الأصلية؟ الأف الأصلية هذه مستمرة continuous، ولكن إذا أخذت partition تجزئة ورسمت بس ذن النقاط، طبعا تعرفون هذا summation حاليا يعني بس نقاط summation discrete متقطع، أوكي يعني بس ذن النقاط، ولكن هاي الفانكشن تعني continuous. ولكن الفكرة شنو اللي عندي هنا؟ الفكرة أنه أنا عندي limit of of n زائد واحد، عندما الان تروح للانفينيتي شو تساوي؟ تساوي للاف. وبنفس الفكره من اجي ارسم الجي ان زائد واحد شو تساوي؟ سميشن الكي يساوي صفر. ان شاء الله فهمتوني. جي اكس كي هاي تقترب من الجي الاصليه، ولكن ليمت الان تروح للانفينيتي العفو جي ان زائد واحد شو يساوي للجي الاصلي. اوكي اذا انا ايش راح اكتب؟ راح اكتب الانر برودكت لذني الدالتي للابروكسيميشن. فانا لازم اصلا شنو اثبت؟ اصلا مثبت بارتيشن. اوكي فانا من اجي اصلا مثبت بارتيشن، خل امسح هذا اذتني، من اجي اصلا مثبت بارتيشن، من اجي اصلا مثبت بارتيشن واريد اكتب الانر برودكت، فاقول الانر برودكت مالت الاف ان زائد واحد والانر برودكت مالت الجي ان زائد واحد،
لان انا هذا الانر برودكت مالي ابروكسيميشنز، ما دام راح اكتب سميشن، ما دام راح اكتب سميشن واكتب انه الكي يساوي من الواحد، العفو الكي يساوي من الصفر للان، اوكي، وراح اكتب هنا اف، طبعا هنا راح نكتب الاف، اف اكس كي جي اكس كي، هذا صار عندي الانر برودكت الطبيعي مالتي، الانر برودكت الطبيعي مالتي. بس الفكره شنو هنا؟ الفكره انت من راح تاخذ، طبعا احنا هنا نتعامل ويا من؟ نتعامل ويا ال اي هنا نتعامل نقاط، احنا ما نحتاج مجر، هنا نتعامل ويا نقاط، ولكن اذا اخذنا للانفينيتي راح يصير تكامل. ليش؟ لان سميشن انت لازم يصير عندك مجر، اذا راح للانفينيتي لازم يصير عندك مجر. بس خليني ما اطبع عليك هواي التفاصيل، يصير هوسه. فبمجرد ان اخذ ان تروح للانفينيتي السميشن ايش راح يتحول؟ طبعا اذا ان خليني اوضح لكم، ليميت الان يروح للانفينيتي اف اوف ان زائد واحد جي ان زائد واحد، هذا طبعا ما تلقونه بكتاب، هذا من عندي، كله من عندي، فجوز تلقاه بغير كتاب بغير رموز، فطبيعي فهو انا ما موجود، حتى الكتاب اللي درس عليه ما بهاي الفكره يعني، بس انا حتى اريد اوضح لك. فراح يصير عندي ليميت الان يروح للانفينيتي summation of O of x k g of x k okay k يساوي 0، وهنا عندك المن للان، فتعرفون الان الليمت يدخل على الاول ويدخل على الثاني لان هاي لينير داله باي لينير مثل ما سولفنا بها، اثبتناها بالمحاضره الاولى خطيه، فهي راح تصير f و g، وتعرفون انه السميشن من يروح للانفينيتي والداله كنتينوس شرطها، يعني السميشن ترى مو كل سميشن يصير تكامل يعني، لا بس هو مرات ترى ينكتب سميشن ويعني تكامل، يعني اكو كتب تكتب سميشن بس يعنون بتكامل، بس احنا هنا عندنا السميشن يمتى يصير تكامل؟ تكامل بمعنى الكلمه، يصير عندنا العفو تكامل بمعنى الكلمه اذا الدوال كانت عندي كونتينوس مستمره، وانا عندي الدوال اذا اصلا هن مستمرات، انا قطعتهم بواسطه هذه البارتيشن مالتي. اوكي، فناخذ الليمت اللي جهه اليمين، ناخذ الليمت اللي جهه اليمين، فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تكامل من الاي طبعا هنا للبي، لان هي البارتيشن اصلا من الاي للبي، وراح يصير عندي اف اوف اكس، وراح يصير عندي دي اوف الاكس، وهنا ناخذ اي مجر، احنا ناخذ اللوغ مجر الطبيعي مجر الديستنس، حتى يصير عندي تكامل. بس احنا بصوره عامه نكتبها هيك، نكتب على الاي اف دوت جي، انه هو انر برودكت مشهور، والمجر مالتي هو اللوغ مجر او مجر الديستنس. طبعا هاي كلش مهمه حتى لان اغلب الطلبه بالرياضيات وغير الرياضيات حتى بالهندسه سيعرف الانر برودكت، فالطالب يظل محتار انه الانر برودكت هل هو السميشن ام هل هو التكامل، والتكامل منين اجى؟ هن نفس الشيء يعني، نفس الطماطه، اوكي، نفس الطماطه يعني، هن نفس الشيء، بس انت ايش فصلت هنا؟ سويت ابروكسيميشن الها والبارتيشن والكذا فصار تكامل. فلذلك احنا نسوي، اذا كان الفكتور عندي توبول، اذا كان عندي الفكتور عباره عن سيكونس، من نرجع لفوق نرجع مثل هذا، هنا الفكتور عندي عباره عن سيكونس، لان هو متقطع عباره عن توبل، مستحيل يكون مستمر، هو متقطع، فش نتعامل وياه؟ نتعامل وياه سميشن فقط، هنا مستحيل نسميه تكامل، ما يصير تكامل، هو اصلا متقطع. ولكن اذا كانت عندي الداله مستمره، اي نعم الفكره تقول انه احنا نقطعها حسب البارتيشن ونسويها داله متقطعه، ونجي نسوي السميشن مالتها او الانر برودكت مالتها بدلاله من؟ وين الانر برودكت مالتها؟ هذه الجهات المتقطعة مالتي اللي هن تقريبا اكو نسبة ايرور بينهم، اكو نسبة خطأ بينهم وبين الجي، ونسبة الخطأ تكون كبيرة حسب البارتيشن او صغيرة حسب البارتيشن، كل ما زادت كل ما كبر البارتيشن كل ما قلت نسبة الخطأ، وشفت نسبة الخطأ تروح للصفر عدما عند الانفينيتي، عندما الان تكون انفينيتي عندما تكبر جدا. اوكي، فبالحقيقة هو هذا الانر برودكت بالنسبة لمن؟ للبارتيشن المتقطع مال الكونتينوس فانكشنز الاف والجي، ولكن بمجرد ان اخذ الليمت تروح للانفينيتي فهاي راح تصير اف، وهاي راح تصير جي، وهذا راح يصير تكامل، ونحصل على التعريف. فبصراحه هذا الشرح يعني من عندي اضافه، لان المفروض انا اوصل لهنا واعبر، بس انا اتوقع 99% من تدريسيين العالم ياخذون التكامل ويعبروا، ما يشرحون التكامل منين اجى، فانا يعني لازم اشرح لكم ان شاء الله، والحمد لله وشكر ان شاء الله فهمتوا. فرجاء أن كتبوا لي تعليقات إذا فهمتوا، إذا ما فهمتوا إيش قد فهمتوا. الموضوع متقدم طبعا، أنا ما أتوقع الطلبة جدد
اللي ما قاري سابقا، يعني انا فصل 16 حاليا، يعني دارسين طلايب هواي قبل هذا، بس هو منفصل فضاء البرتي، يعني تقدر تقول نوعا ما منفصل عن غيره. التقوا وياكم درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.